السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. النهاردة جايبة لكم حكاية صغيرة من قصة حلاقة العريس كده، وهي ركزوا بقى ان الأسطورة بتقول ايه؟ ان اللي يحلق بأمواس جلد هيبقى زي اللورد. يبقى الأسطورة اللي هي اللي بيتركب فيها موس الحلاقة، طبعا أكيد كلكم عارفينها، أو اللي البنات بيستخدموها اللي هي شفرات الوجه، أو بيستخدموها للحواجب، اسمها قاش أسطورة الس، قاش أسطورة الس أو يوز أسطورة الس، ودي بتبقى خاصة بالسيدات. طبعا جيلت كلنا عارفين أمواس جيلت. بالمناسبة الشفرة او الامواس في تركيا اسمها جيلت، جيلت يعني موس. ولو لاحظتوا في اللغة التركية هتلاقوها بتتكتب بحرف الجي وليس الجي زي الانجليزي او الماركة نفسها. اما بقى بالنسبة لمكنة الحلاقة العادية فهي بتنقسم الجملة بتاعتها او الكلمة بتاعتها لجزئين، تراش تراش اللي هي حلاقة، وبتشاك يعني سكينة. لما تيجي مع بعض تراش بتشال يعني مكنة حلاقة، اللي هي مكنة الحلاقة اليدوية، تراش بتشال. تمام، وده كده كان درسنا للنهاردة. أتمنى يكون عجبكم. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش تتابعوا صفحة الفيسبوك والتيك توك. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.